السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم وفاء من بيجوتري فاتيل. كنتمناكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم بغيت نقترح عليكم هذا الباك د مارياج اللي كيجي على هذا الشكل. هذا كيجي زوين، شي حاجه عاطيه للعين، فيه حجيرات بيان سيرتي، كيجي على هذا الشكل. هذا كنتمنى يكون واضح بالنسبه لكم. هكا دابا غادي نشوفوا عن قرب كيفاش غيبان لينا. بالنسبه لباك د مارياج اللي اقترحت عليكم اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كيجي هكا شي حاجه زويونه، هكا من اللور ديالو، هكا وفي اللبسه ديالو كيجي على هذا الشكل. هذا كنتمنى الاقتراح اللي اقترحت عليكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم وبصحتكم وراحتكم.